وعندنا الاصليه ديالها دي غير البروتوكول اللي كاينس الاصليه ديالنا حنا راه عطينا المحامي صاب جاب هو ديك الحبران لون رخيص لون بلا لا ها ها شوف واش هذا الظلم ولا السيد جيب كروه كيحفر بدون ترخيص بدون بلان راه اذا ولا ديالك هذاك الشيء ما دير اللي بغيتي انت ما بقيتش ما بقاش انت عندك دابا يعني حنا ما كاينينش حنا كاع ما كاينينش في هذا السيم هذا كاع ما كاينينش هلا حنا ما كاينينش بعد وليتي باغي دير النظريه ديالك ما كاينينش حنا السيم هذا ديالك انت اللي مستفد به ماشي احنا ولا راه ما يديش ليا رزقي ولا ونموت عليه إلا قعدت هاد السيد بغى يدي ليا هذا رزقي ما عندي ما غنقول ليه انا دعيته لله هو اللي غادي يتسول فيه الحق شوفوا كتشوفوا هذه الحاله شوف هذه السيده كيفاش الحالات ديالها راه لا اله الا الله لا اله الا الله ما شاء الله واش هذا السيد راه ظلم هذا راه عيب راه ما كتشوفوا في هذه السيده اشنو الحاله ديالها شوف كيفاش ولات لا كريز وعندها وليدات حنا باش حنا نبقاو مشردين هو ساكن مع راسه وحنا نبقاو كنخلصوا بالكرا راه لا يعقل راه ما يمكنش. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قول لي اخويا شنو وقع لك بالضبط؟ نعم نعم سيدي نعم سيدي استفدنا احنا من شاطئ المسيره استفدنا في التحجوج وهذا السيد احنا درنا معاه واحد عقد الشركه باش يبني لنا ولكن احنا عقد الشركه داكشي اللي درناه معاه ما لقيناش هو هذاك باش يخلص لينا ويؤدي لنا الواجبات ما خلصش لينا اليوم غدا اليوم غدا صدق نصب عندنا حنايا في 40000 درهم وصدق نصب عندنا باش يدي الماكز ولا كاب ولكن احنا هذا الشيء ملي جينا نطالعوا عليه ما لقيناش هو هذاك ملي قلنا له ادي معنا الواجبات حتى هذا الشيء اللي درتي لنا معاه ماشي هو هذاك قال لك انا ولا كيقول لك انا اللي مخلص 40000 درهم وعنده هو النصب والاحتيال مع وحدين اخرين في الدار البيضاء حتى هما عندهم النصب والاحتيال نفس الشيء عندي مدوز الحبس على النصب والاحتيال شيكات نيت على النصب والاحتيال ثاني ولكن هذا السيد حنا الدوسي ديالنا في المحكمه غير مرفض ما كاينش هذا الدوسي ديالنا كنطلبوا من سيدنا وجلاله الملك الله ينصرو علاش هذا السيد حتى حنا ولا باغي يدي لنا هذه الاستفاده ديالنا واش الاستفاده ديالنا ولا ديالو اذا كان الاستفاده ديالو هو من الاحسن ياخذها هو اللي عاش في هذا البراك 40 عام هو عايش فيها وهذا السيد باش يدي لنا حنا الاستفاده ديالنا راه لا يعقل دابا في العقد ديال الشراكه شنو اللي سينيتو معاه بالضبط حنا هذا السيد درنا معاه واحد العقد الشراكه باش ياخذ المواكز ولا كاب باقي ما درناش حتى القرعه مشينا درنا مع هذا العقد باقي ما درناش حتى القرعه حتى نمره البقعه ما كايناش في هذا العقد ما كايناش هذه نمره البقعه باش نعرفوها فين البلاصه فين كاينه باقا ما كايناش درنا العقد باش ياخذنا المواكز ولا كاب ولكن ملي جينا نطالعوا على هذا العقد ومشينا صدقنا مخلصين حنا هو الزيد ما صدقنا مخلصش لينا كيقولنا اليوم غدا اليوم غدا جينا ديك الورقه ديال الادماج وفات لينا كنقولوا له يلاه خلص كيقول لك باقي ما بعتش واحد البرطمه ديالي وكاين في التاريخ الا قال شي حاجه كاين التاريخ باش هاد السيد باش دار هاد البقعه ديالو باش يدي ياخذ يبيع هاد واحد البرطمه هذيك الساعه نيت باقي ما باعاش كيقول اليوم غدا اليوم غدا ملي صدقنا عطاونا في هذيك الورقه يومين باش نمشيو نخلصوا اضطرينا مشينا حنا تسلمنا وخلصنا روسنا ملي قلنا له عطينا 40000 درهم ما بغاش يعطيها لنا ملي جينا طالعنا لهذا العقد لقينا فيه باش ياخذ هو المواكز ولا كاب صدق هذا الشيء اللي هذا هو العقد اللي دايرين معاه حنايا ملي حنا ما قريناش ملي وصلنا وسنينا هو كان بغى يدينا للدار البيضاء بعد عاد واحد العدول اخر قلنا له ودي حنا الدار البيضاء بعيده علينا دانا عدد العدول صدقنا صبعنا له هو ولا العدول دابا النصب والاحتيال بجوج بعد حنا ما عارفينش اميين ما قارينش لو كنا قارين غنقراو العقد هذا ملي صدقنا جنا هذاك نسخه من ذاك العقد وقريناه قريناه لقينا هذا السيد دير علينا غياخذ المواكز وبرطمه ولا كاب علاش تياخذهم اش من سبب حنايا حنا رزقنا هذاك ولا باغي هو ياخذ لنا يدير المقعدنا حنا والو
وكنطلبوا من سيدنا وجلالة الملك الله ينصرو، راه هذا الشيء راه ظلم، راه لا يعقل باش غادي حنا ياخذ لنا حقنا هذا السيد ويدي لنا رزقنا. حنا كنطالبوا من الحق ديالنا. درنا دعوة قضائية ما كاينش، ما عطاونا حتى شي حق. علاش شنو؟ حنا دابا حنا في المحكمة باش تحكم هي من الصالح ديالو هو باش يبني. علاش تيبني؟ ان هذا السيد وحنا الاستفادة ديالنا. حنا طبعا حنا دابا دعنا دعينا دفعنا رضينا للسناف. واش هذا السيد راه شموعي؟ راه حرام من جهة الله باش غادي حنا يدينا رزقنا، راه ما يديش لي رزقي انا ولو ترجع الاستفادة لسيدنا، راه سيدنا اللي عاطينا ما عطيشنا شي واحد. هذه هبة ملكية دير لنا سيدنا، ما خصناش علاش يدي لنا حنا، ولا اللي جا كينصب على واحد وكيديها لي راه لا يعقل. راه ما كاينش، ما عمرناش ان حنا هذا الحكم كاع ما كاينش. غيجي واحد ينصب عنا ويدي لنا، راه ما كاينش هذا الحكم هذا. وكنطلب منكم ومن جلالة الملك الله ينصرو باش ياخذ لنا الحق ديالنا. هذا هو اللي كنطالبوا حنا. وعاش الملك، هذا هو اللي كنطالبوا. ها كاين هامش. السلام عليكم. ومخلصين روسنا، ها الخلاص. أنا مخلص. أنا هاد السيد نصب عليا، أنا كدايرة كروسة ديال البن، كنضل عاد الجامع. زوطية كاملة عارفاني. بين ما كنبيع غير البن، وهاد السيد نصب عليا. ما الله ينصر سيدنا. بين ما هاد السيد نصب عليا بزاف وما عارفاش وما قارياش، ما عارفه فنصد. أنا مرجالة ما عنديش. كاريه بثلاثين ألف، وهاد السيد قال لي نعطي عليك تا عشرين مليون وما تشديهاش. علاش اللي علاش هاد السيد اللي تا يعطي عليا الفلوس وهو سيدنا عطيها ليا وانا نصدق مكرمني فيها؟ الا عطاها لي سيدنا نزيدو الخير، الله ينصر سيدنا. الا قعدت هاد السيد بغى يدي ليا رزقي، ما عندي ما غنقول ليه. انا دعيته لله هو اللي غادي يتسول فيه الحق. شوفوا كتشوفوا هذه الحاله، شوف هذه السيده كيفاش الحالات ديالها. راه لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما شاء الله. واش هذا السيد راه الا راه ظلم هذا راه عيب. راه ما كتشوفوا في هذه السيده اشنو الحاله ديالها، شوف كيفاش ولات لا كريز وعندها وليدات. حنا باش حنا نبقاو مشردين، هو ساكن مع راسو وحنا نبقاو كنخلصوا بالكرا، راه لا يعقل، راه ما يمكنش. راه حاله المستديمه هذه، راه لا يعقل بحق هذا الشيء هذا. باش نولي حنا الظلم راه ما راه لا اله الا الله، ما شاء الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما شاء الله، ما شاء الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. نورا نورا، شوف الحاله ديالها، كتشوفوا الحاله ديالها اشنو كاين. راه شوفوا الحاله ديالها اشنو كاين، كتشوفوا الحاله ديال هاد السيده باش كتقدي هكا. راه ما شاء الله، لا اله الا الله. واش كلشي الوثائق ديالنا كلها عندنا وباش غيديروا؟ ها انتم كتشوفوا، راه ما راه عاش الملك، لا اله الا الله، عاش الملك سيدنا الله ينصرو. شوفوا هاد الحاله كيفاش ناوى، شوفوا هاد السيده كيفاش ناوى دايره لها. باش غادي تجي واحد وينصب عنا ويدي لنا رزقنا؟ راه ما شاء الله، ما شاء الله. واش هاد الحاله؟ الا كان سيدنا بغي هاد الحالات بحال هكا، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. الا كان سيدنا تيبغي هاد الحاله ما شاء الله، الا ولا اللي جا كيبغي يدي الانسان رزقه، راه النصب واحتيال هذا، وعنده الحبس، عنده الصوابق على النصب والاحتيال، عنده النصب على الصب، عنده الحبس على النصب والاحتيال. جوج المرات عنده النصب والاحتيال على الشيكات على في الهرياق، وعنده النصب والاحتيال مع واحدين في الدار البيضاء ثاني، راه الدعوه قضائيه باقا عنده دابا حاليا معنا احنا ومع هذوك الناس اللي في الدار البيضاء. واش نصبنا احنا في رزقنا ودينا رزقنا؟ راه ما كاينش. راه ولو رجعت الاستفاده ترجع لسيدنا، وراه ما ينصبش عليهم وما يديش لي رزق يا سيد باش يدينا رزقنا. راه ولو ترجع الاستفاده لسيدنا، راه نرجع معاه فين ما بغى، حيت انا عاد الاستفاده ماشي ديالو، عاطيها لنا سيدنا والله ينصر سيدنا. هاد السيد كيقول لك انا نعطي عليك 20 مليون، نعطي على هاد السكنه 20 مليون باش نديها لكم. اذا الا ولا باغي يدي لي هو رزقي، اش من حياتنا شنو هو كاين؟ لاش بقينا نبقاو عايشين حنا؟ علاش؟
لاش غنبقاو عايشين حنا؟ راه ظلم هذا، هذا الطف في المحكمة. كيقول لك أنا عائلتي كاينة في المحكمة وعندي السلطة وكيعطي في الفلوس، راه ظلم هذا. قال لك عندي السلطة اللي غادي توقف معايا أنا، ما غاديش ما نتسوقش لكم أنا. وعاش الملك. إذا كان سيدنا حتى يبغي هذا الظلم، راه إلا هذا منكر. حسبان الله ونعم الوكيل. إذا كان السيد شوفوا هذه الحالة كيفاش شنو دايرة، شوفوا هذه الحالة كيفاش شنو دايرة هذه المرأة. راه عيب، عيب وحشومة وعار. راه الظلم، الظلم اللي ولا في هذه البلاد راه عيب وحرام.